كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد سبب الغيوم وغياب أشعة الشمس ما تسبب في حالة من الظلام على القاهرة الكبرى. وقال شاهين في تصريحات: السبب في هذه الحالة وجود سحب ثقيلة ورقمية مع هطول الأمطار بشدة ما تسبب في انعدام الرؤية ووجود حالة من الظلام. وأوضح شاهين أن السحب الرقمية أحد أنواع السحب المحملة بكميات غزيرة من الأمطار المتوقع سقوطها اليوم على أغلب الأنحاء وتستمر حتى السبت. ومع الساعات الأولى لصباح اليوم ضربت موجة الطقس السيء مختلف محافظات الجمهورية وهطلت أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات. وبدأت الشوارع شبه خالية وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستقرة حتى الآن وأن غرفة العمليات تعمل بالتنسيق مع المحافظين لرصد أي تطورات تحدث نتيجة الأمطار. وأكد شعراوي أنه تم رصد بعض الخسائر التي نتجت عن تساقط الأمطار والتي مثلت في انهيار كامل لعدد من المنازل الطينية القديمة في عدد من القرى، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات. وأوضح أن سرعة الرياح تسببت أيضا في وفاة طفلين وفني كهرباء بواحد باريس بمحافظة الوادي الجديد بجانب انهيار 29 برج كهربائي بالوادي الجديد ما تسبب في قطع الكهرباء وتم التعامل مع الأمر لحين تدخل الكهرباء. وأضاف شعراوي أن تم تسجيل حالة وفاة لطالبة أثناء احتفال مدرسة بنات بإدفو بحفل تخرج لطلبة التمريض حيث تم سقوط سقف المسرح خلال الاحتفال ما نتج عنه إصابة طالبات ووفاة واحدة. وبالنسبة لباقي المحافظات منها جنة لقي طفل مصرعه وأصيب خمسة آخرون أثر انهيار سقف منزلي بقرية الكرنك تابعة لمركز أبو طشت في محافظة جنة بصعيد مصر نتيجة الطقس السيء. تلقت مديرية الأمن في جنة اقتراض بمصرع طفل 5 أعوام وأصاب شقيقه 3 أعوام ووالدته 35 عام جراء انهيار سقف منزلهم بقرية الكرنك. وفي السياق ذاته شهدت القرية أيضا انهيار سقف منزل آخر نتج عنه إصابة طفلة تبلغ من العمر عام ونصف العام ووالدتها. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 مارس حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تتساقط أمطار غزيرة. وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بمنخفض التنين أو منخفض القرن سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.